قدمت قيادة التجمع اليمني للإصلاح وقيادات سياسية وقبلية في العاصمة السعودية الرياض واجب العزاء في وفاة رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريمة الشيخ صالح عبدو محفل. قدم رئيس الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي وقيادات في الهيئة العليا والأمانة العامة والكتلة البرلمانية للإصلاح قدموا العزاء لأولاد وأسرة الفقيد الراحل الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال. وعبرت قيادة الإصلاح عن أحر التعازي في رحيل الشيخ المناضل صالح محفل مشيدين بما قدمه الفقيد من عطاء في مختلف المجالات ومؤكدين أن اليمن فقدت برحيله شخصية اجتماعية وسياسية قدمت لليمن الكثير. وأكد المعزون أن الفقيد مثل نموذجا مشرفا لرجال الدين والدولة حيث كان من الشخصيات السياسية والاجتماعية التي وضعت بصمات واضحة ورصيد نضالي في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والإسهام في ترسيخ دعائم النظام الجمهوري وتعزيز التجربة الديمقراطية وله إسهامات دعوية وخيرية بالمحافظة. رحم الله الشيخ صالح محفل رحمة الأبرار وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم نودع رجلا كبيرا وعلما من أعلام ريمة بل من أعلام الجمهورية اليمنية مربيا فاضلا عاش لربه ومات في سبيله الأستاذ المربي الكبير صالح عبدو محفل رحمه الله الذي بفقدانه تفقد اليمن وتفقد ريمة واحد من أبر رجالاتها وأنبلهم. نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته. نبأ كأنباء القيامة مذهل إذ قيل ودعنا المبارك محفل هو رائد الأجيال دون منازع أستاذ ريمة والمربي الأول. تالله ما الثكلى ذووه بفقده بل كل أرجاء السعيدة تثكل. رجل لرب العرش عاش مجاهدا عن نهج خير الخلق لا يتحول. من قال صالح قد ترجل إخوتي إن الشموس الغر لا تترجل. نترحم على الشيخ صالح عبدو محفل هذا الرجل قامة وطنية وعلم ريمي بارز ونحن نودعه اليوم نتذكر بكل إجلال مآثره التي ستظل بيننا حية باعتباره رجلا أفنى حياته في العلم والتعليم والنضال الوطني وإصلاح ذات البين رجل الحوار والتوافق ساهم وبقوة في العمل الوطني وكانت له بصماته المميزة قريبا من الجميع أستاذا للجميع أكسبته أخلاقه الطيبة وسلوكه النبيل مع صفاء قلب وبشاشة وجه وبساطة جمة حب وإجلال الجميع. صالح عبدو محفل رجل الوسطية السمحة رجل الثوابت رجل المبادئ رجل القيم استقينا نحن كثير من الناس منه المثل والقيم الحميدة الذي لا يذكره كثير حتى من الذي كانوا يختلفون معهم في الرأي وفي القول هم أكثر الآن أكثر من يترحم عليه وحقيقة بأنه كان حتى عدوه يستفيد منه أكثر من صديقه لأنه لا يتركه إلا وقد وضعه في مقام الصواب في مقام الحق. حقيقة لا نملك إلا أن نقول لقد افتقدنا صالح عبدو محفل نحن جميعا.